السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. ناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تشغل، نزيدوا الحصة، ما نقولوش اليوم حصة تخلف حصة أخرى، وين الدقائق الأخيرة، يعني الدقائق الأخيرة بعد ما انتهت المباراة تاع المغرب قبل تاع المانيا، يعني وقعدنا نشاهدوا في اخر دقائق، في نقولوا في دقيقه الاخيره، زوج دقائق الاخيره، يعني دقيقه قريب زوج دقائق، وين قعدنا نتبعوا في الالمان، يعني خاطش على الالمان وين لعبوا وكوريا رجعوا الرول، يعني وين الالمان وين ضغطت، يعني ضغطت 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 ضغط رهيب، يعني من اجل تسجيل هدف ثاني. شاهدنا يعني لاعبات، شاهدنا يعني المعلق المغربي، يعني كيف كان يعيش وعشنا معه تلك اللحظات، يعني اللحظات الانفاس الاخيره من مباراه المانيا وكوريا، يعني وشاهدنا كيفاش كانت فرحه كبيره بعد اعلان الحكم تاع المباراة ألمانيا وكوريا، يعني كانت المباراة كانت ما باقي لها دقيقة ونص هكذا، قريب زوج دقائق من كملت البارتية تاع المنتخب الوطني المغربي، من كانوا تاوعنا كملوا البارتية، كي تاوعنا كملوا البارتية قعدنا نقارنوا تاع الألمان، كان باقي قريب زوج دقائق، يعني وين كانت الـ ما تأمنوش لسانكم، سمعوا تشوفوا معنا سمعوا. ينتظرون بالدعوات، ينتظرون بالدعوات نهاية مباراة كوريا وألمانيا بالتعادل 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 بالتعادل. طيب كملت كملت هنا كملت، طيب كملت 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 ما جبت، طيب كملت 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 والله كملت. استاهلوا خويا، هذه حلاوة كرة القدم، افرحوا افرحوا افرحوا، استاهلوا خويا، عامل صرامة خارطة الطريق بعد ملحمة قطر، بعد إنجاز قطر. هنا أستراليا شاهدة على تألق اللبوات، شاهدة على تأهل اللبوات، مليون مبروك، شكرا لكم لأنكم رفعتم اسم المغرب، رفعتم اسم المغرب عاليا، رفعتم الراية المغربية عاليا، شكرا لك، شكرا لك يا رينالديا بيدروس، بالاسم كلكن كنتم المتعلقات، خديجة رميشي، بنزينة شاد، بنزينة رضواني، أيت الحاج، أسرى والنقاش وغزلان وتكناوت، لا تبكي يا سي معلم. تعجبني ديك الشيء ذاك انا، على هذه الملحمة البطولية، عيطوا ربي يا والله، عيطوا ربي يا بدعوات كل الملايين المغاربة والعرب والأمازيغ، هم فخورون بكم، هم سعداء لأنكم منحتم اليوم جرعة سعادة وامتياز آخر ومكسب آخر للكرة المغربية بعد إنجاز قطر. هم سيدات المغرب في الموعد، هذا تكريم للمرأة المغربية، للمرأة العربية، للمرأة الأمازيغية، وللأفارقة كذلك، لأن إفريقيا حاضرة بنيجيريا وجنوب إفريقيا وكذلك المغرب. ما أجمل أن ترى اسم المغرب في كأس العالم سيدات، ما أجمل أن ترى الراية المغربية هنا خفاقة وسط رايات بلدان الرائدة على مستوى كرة القدم النسوية، دموعكم غالية هنا، دموع الفرحة بهذا الإنجاز التاريخي سيبقى نعم خالدا وراسخا في أذهاني كل من تابع وواكب. والله لا يعطيك الصحة، والله لا سون بيتي، كاش يعني قمة خويا، قمة قمة، مفاجأة من العيار الثقيل خويا، هذه الله يعطيهم الصحة، وين كانت يعني مفاجأة كبيرة، مفاجأة مدوية، إنجاز تاريخ. شوف والله ما شوف نقولوا بلي مفاجأة، والله ما مفاجأة، ما هيش مفاجأة، ناس خدموا، والله ما مفاجأة بالنسبة ليهم، ماشي مفاجأة بالنسبة ليهم، خدموا وصلوا يعني للنقطة، وصلوا للنقاط اللي كانوا باغينها، والله العظيم
والله نقولوا مفاجأة رانا نطيحوا يعني بالمنتخب هذا، والله ما نقولوا مفاجأة، ماشي مفاجأة، الناس خدمت. كي تبقى تشوف اللاعبات اللي عند المغرب، الناس خدمت خويا، والله ما هي مفاجأة، والله ديفو نهضروا هضرة رانا نطيحوا بهم، ما نطيحش، ما هيش مفاجأة. منتخب تعالى إلى الدور الثاني، والله ما مفاجأة، يعني الناس خدمت عادية. خدموا الالمان خربت في العرب والامازيغ وليزافريكا، خلطوا عليهم كلش، قالوا حنا نفوتوا هيا ربحتونا، حنا قلنا بالك غادي زعما كنتوما ماكينات يا ودي، حنا دي روبو، حنا غادي ما نفهموش، ما نأمنوش انايا بالمنتخب قوي ولا منتخب من هنا، حنا نفوتوا والو، افتراس، حنا سبوعه نتوما ماكينات نتوما ماشينات، حنا سبوعه حنا غادي ناكلوكم اليوم. كلاو كلش، كلاو كوريا، كلاو كولومبيا، كلاو شتي، انت تربع تفوت في هذا الجروب ولا تاك مهبول، ولا تفوت انت مع الالمان تاك مهبول، شيطانة. صرات غلطات، هذه هي صرات غلطات. نقولوا الى التاريخ وما بعده، سيدات المغرب يصبرون بتأهل درامي الى اقصائيات كأس العالم. يعني حكاية بدأت في أستراليا من خسارة بسداسية بيضاء في أول مباراة إلى التأهل التاريخي في ثالث منتخب المغرب يتجاوز دور المجموعات في كأس العالم للسيدات، وذلك في مشاركته ومشاركة العرب أول مرة على الإطلاق. جاء ذلك بفضل انتصار على منتخب كولومبيا المتصدر المجموعة بهدف دون رد، واستفسار كوريا الجنوبية على الجانب الآخر لتخرج بتعادل أمام ألمانيا. في البداية تقدمت كوريا على ألمانيا بهدف يعني لصفر، يعني شاهدنا كيفاش، وإن الجانب آخر كادت ألمانيا أن تفسد حفل بهدف يوالي براند يعني في الدقيقة 62، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل واستمرار قتال كوريا الجنوبية حتى انتهت المباراة يعني بحصولنا على أول نقطة لهما. يعني عرفتوا كيفاش، وإن منذ عام 2007 والإطاحة بأبطال العالم مرتين 2003 2007. وشاهدنا لحظات الأخيرة اجتمعت فيها اللاعبات حول بعضهم البعض وبتوسيط هاتف جوال يتابعون منه ما يحدث على الجهة الأخرى، حتى أتت صفارة خلاص لتنطلق احتفالات مغربية مستحقة في كل أرجاء الملعب، كما كان المغربي أو عربي ليحتمل أن يرى هذا الفريق يحقق 6 نقاط في كأس العالم ثم لا يتأهل بسبب فرق الأهداف. يعني شاهدنا كيفاش، وين تغيظك، نقول لك وين تغيظك، 6 بوان ما يتكاليفاش عيب، 6 بوان ما يتكاليفاش عيب. يعني الخصم ليس هيء على الإطلاق، فهو منتخب فرنسي متصدر المجموعة الذي هزم البرازيل ليساهم في إطاحة بها وبحلم أسطورتها التاريخية مارتا. يعني أيوا صحتهم، يستاهلوا خويا، بالتالي يعطيهم الصحة، يعني خدموا، عمل 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 خويا، عمل هذا هو، تخدم توصل، ترقد وتجي تغني عليا يروح تربح خويا، هذه خويا تخدم توصل، ما تخدمش والله العظيم ما تكونش النية، ما تكونش كاينة النية والله ما توصل، بالتالي كاع خويا نقدا خدم بلاده، نقدا خدم بلاده خويا، بالتالي ناس بس خدمة خويا، يعطيهم الصحة، ما رقدوش، ما عرفوش النوم، تربع قالوا لك، قاسي معاك أنايا، قلت تهدر لبي تهدر، غادي نقدم، عاوز نقدم خويا، بالتالي ما على بالهمش، يحوسوا على بلادهم، يحوسوا يخدموا بلادهم، يحوسوا يعني بأي طرق نوصل، يعني الوصول نوصل، عندهم إيمان في روحهم، عندهم إيمان. هذه عندهم إيمان في روحهم، مكاش الرجوع، مكاش عندهم إيمان، يحوسوا يوصلوا.
ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.